سليمي بيحاول يلف يلعب له كرة فهد مرزوق سلام بشيل أيضا طلال نايف بينية موسوي 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 الموسوي وهاي الجول عوضها عوضها لكن اللي رسمها وهندسها حسين الموسوي حسين الموسوي قال له معلش اللي بالعارضة فوتها وفي الدقيقة 40 الهدف الثالث لأحمد هايل من صنع حسين الموسوي يصنع الهدف الثالث لفريقه والأردني مثل ما سجل نقول اللاعب السوري هدفين الآن يسجل أحمد هايل شوف شوف الموسوي حقيقة برافو عليه تقدم صح ويلعب كرة على طول في المرمى الهدف الثالث للعربي حرك أيضا العربي بطريقة وجهد حسين الموسوي ويسلم كرة شرعية ل